بعد جهد مشترك تمكن 3 طلاب من كلية الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية في جنين من تطوير لوحة مفاتيح تساعد المكفوفين في الكتابة على الكمبيوتر بواسطة هذه اللوحة التي تضم 6 مفاتيح رئيسة بلغة بريل التي يحولها جهاز الكمبيوتر بعد ذلك إلى نص باللغة العربية أو الإنجليزية. كل بداية صعبة أكيد، ولكن لما الإرادة تكون موجودة ولما يكون في تشجيع من قبل الجامعة والدكاترة وهيك فإنه كل شيء بصير تمام. يعني في إحنا كثير صعوبات واجهتنا، بس يعني الحمد لله قدرنا إنه إحنا نتحداها ونتجاوزها. مشروع بيخدم المجتمع المحلي وفئة تقريبا محرومة من التكنولوجيا بسبب إعاقة، وبالتالي كانت عملية إنجاز المشروع بالنسبة لهاي الطلبة اللي موجودة عندنا إنجاز كبير وإحنا فخورين فيه جدا. تطوير اللوحة الإلكترونية يساهم في تسهيل عملية تواصل المكفوفين والمعاقين بصريا مع الآخرين، بحيث يفهم الشخص المبصر ما يكتبه الكفيف والعكس كذلك عن طريق ملفات خاصة مفهومة لدى المستخدمين كافة. تسهيل التواصل بين المكفوفين والمبصرين، بحيث يقوم الشخص المبصر بفهم ما يكتبه الشخص الكفيف على هذا الجهاز، والشخص الكفيف يفهم ما يكتبه الشخص المبصر عن طريق ملفات وورد أو فايلز. إتمام هذا المشروع الرائد الذي استغرق 8 أشهر بتكلفة بلغت $400 لإنجاز لوحة المفاتيح الذكية التي تحتوي معالجا يكتشف أي أخطاء تحدث أثناء الكتابة، إلى جانب احتوائه خاصية ترجمة المكتوب إلى نص قابل للطباعة باللغتين العربية والإنجليزية. بربط المدرس أو المدرسة مع الطالب الكفيف، وبعرف المدرس إنه شو قاعد بكتب هذا الطالب، وإذا أخطأ وين أخطأ، وإذا أصاب وين أصاب. ويعتزم الطلاب المبتكرون المشاركة في مسابقتين محليتين، ويأملون في أن يتسنى لهم مشاركة مشروعهم في مسابقات عالمية للتكنولوجيا من أجل تطويره وتوفير الدعم اللازم له. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.